انا ممكن اعمل بقى حاجه اختلاف بقى. معلش معلش يا ميزو، ممكن الجيتار بتاعك؟ ايه ده، هتعزف جيتار؟ ده الجديد ده. لا لا مش اميره هنا، يبقى خلاص بقى كل حاجه. لقطه جديده الجيتار ده، لقطه جديده جدا دلوقتي في البيت يعلم مكتب. Sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees us hugging and kissing our love exhibition. Oh, we're rendezvous on the fire escape. I'd love to turn off an alarm today. A love emergency to make me wait. Just follow, I lead you, I urgently need you. Oh, let's go to park. I wanna kiss you underneath that star. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. لازم نقفل الحلقة، لازم نقفل الحلقة، مش عشان الوقت، انما عشان يعني دخلنا في منطقه صعبه. الاغنيه بيقول ليت مي كيس يو اندر ذا ستار، خليني ابوسك تحت النجمه. لا، البوس في البيت على فكره، مش هنا خالص. انتوا كفايه كده عليكم. الموضوع كده يعني كبير. خلاص صح صح، خلاص كده الموضوع خلاص يعني. احمد فهمي بروحه الحلوه، قبل صوته الحلو وعزفه الحلو وطليته الحلوه، بروحه الحلوه ومراته الجميله اللي صوتها يمكن يكون اول حاجه جذبته ليها، بس اللي صوتها جميل ومستبقياه بس للبيت وللولاد، وعلاقتهم اللي فيها قدر من السلاسه واللطافه، الحقيقه خلت الليله دي من اجمل والطف الليالي في البرنامج. احمد فهمي واميره فراج دويتو في البيت، هل هيبقوا دويتو فني بعد كده؟ الله اعلم. بشكركم وسعيده بوجودكم معنا.